ما في شيء مستحيل لما تكون مآمن مزبوط. بنفسك وبتحب نفسك ودايما عندك نية نظيفة من جوا، ما عندك سواد وكره، وبعمرك ما تكون ظالم حدا. نام مظلوم وما تظلم حدا بعمرك. هاي الشغلة يا الله يا الله، قديش ناس ظلموني ونمت على المخدة وبكيت، كنت أدعي أقول يا رب أنت الوحيد اللي حياخد لي حقي منه. دنيا كارما. أوه ماي جاد، رجعت لون. شو بحسك هيك تبصتي من أنه أنه حدا مثلا، لأنه الظلم أكل الظلم أصعب إشي بالحياة، أصعب شعور بالحياة ممكن تحسه أنه أنت شخص مظلوم، أنك انظلمت من مجتمع أو صارت قصة عليك ظلموك فيها أو إنسان ظلمك. شعور الظلم أنا أكتر شعور بكرهه بحياتي، لأنه هذا الشعور معي منذ الصغر. كنت أشوفه بأمي، كنت أشوف أمي قليلي شو؟ كنت أشوف أمي قديش كانت تنظلم بحياتها. هاي الإنسانة عملت مني إنسان قوي عشان أكون سندها، عشان ما أشوف الظلم اللي شافته بحياتها. هذا الإشي كان مأثر علي منذ الصغر، كنت أشوفه